في رسالة مني لكل مسؤول صاحب قرار في البلد، طبعا لكل مسؤول صاحب قرار إذا أخذ طبعا امتحان ومقابلة على الشاب العاطل ويجد بأن عنده الكفاءة والقدرة، والقدرة طبعا في توظيفه، وهناك مجال آخر بالنسبة له، أو أنه هناك أجانب موجودين في هذه الشركة أو في هذه الوزارات، فإنه بلا شك أنا أقولها من هنا من قبة البرلمان أنه يؤثم إذا كان يجد بأنه قادر هذا الشاب ومتمكن وقادر على طبعا العمل، إن كان في نفس معادلة الأجنبي أو أفضل، فإنه يجب أن يوظفه هذا طبعا هذا المسؤول.